إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم ألف على الخير قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور. اللهم اجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم اجعلنا لإخواننا المسلمين هينين لينين سمحين حبيبين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك العافية في الجسد والإصلاح في الولد والأمن في البلد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حسن الاعتقاد وإخلاص النية وصلاح العمل ونور اليقين وحلاوة الإيمان وبرد الرضا وبركة الدعوة وإجابة الدعاء وأنس الذكر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أيها الأحبة، إني أحبكم في الله وأسأل الله أن يحشرني وإياكم في ظل عرشه وفي الفردوس الأعلى، آمين. الإسلام يعتني اعتناء كاملا في الأسماء ومدلول الأسماء من المسميات، فديننا الإسلامي لا يعرف اللف ولا الدوران. إذا أعطى شيئا اسما فهو كما سماه، لا يعرف الخداع. لهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبرز حق الولد على الوالد، فيقول من حقه حسن اختيار أمه وحسن اختيار اسمه، لأن لكل اسم على المسمى أثر. فالذي يسمى اسما حسنا لا بد أن يؤثر عليه ذلك الاسم، وإذا سمي اسما سيئا سيجد لهذا الاسم السيء أثرا في حياته. فالذي يسمونه مثلا سفاح أو سكران، يمر عليه زمن طويل الناس ينادون بهالاسم، راح سفاح وأتى سفاح وأكل سفاح وقام سفاح، بعدين هو يضجر من هذا الاسم ويصبح عار وسبة، فيولد في نفسه عقدة. هذه العقدة تتفاعل وتكبر كالورم المعنوي الخبيث، فلا يملك في يوم من الأيام إلا أن يستجيب فيكون سفاحا. لهذا ليس من السنة التزكية في الأسماء، كذلك ليس من السنة أن نتسمى بأسماء قبيحة أو بأسماء الحيوانات، وخاصة الحيوانات الرديئة، جحيش، عفير، هذه الأسماء التي لا تعطي الإنسان كرامة، والله كرم الإنسان، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. والرسول صلى الله عليه وسلم يحرص على هذه القضية حرصا عظيما، حتى يخرج ويخرج أمة سوية ابتداء بالاسم وانتهاء بالمسمى. فكان إذا مر عليه رجل قال ما اسمك، فإذا رأى أن اسم
اسمه لا يليق بالإنسان بدله، فإن قبله كان له البر والخير والبركة، وإن رفضه تعنتا وتكبرا وعصبية حل عليه معنى اسمه إلى أن يموت عقوبة من الله. نعم، وهذا رجل من الصحابة كبير، شيخ كبير شايب يعني، اسمه حزن، وفي رواية حزن، حزن يعني المكان الصعب الوعر، الحزن وهو عكس الفرح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنت سهل، سماه سهل، اسم حلو من السهولة واليسر. قال: لا، لا أدع اسما سمانيه أبي. شوف كيف تشدد، ها؟ رد ما اختار له النبي صلى الله عليه وسلم. يقول حفيده: لا يزال الحزن في دارنا من يوم أن رد جدي الاسم الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحزن لم يفارق بيته، هم وغم، يموت حبيب، يموت قريب، دائما محزونين، لأن الله سبحانه إذا وهب نعمة لعبد فلم يرعها يأخذها منه وتحل مكانها النقمة. حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ به الأمر أنه كان يتفاءل بالأسماء الحسنة ولا يتشاءم بالأسماء السيئة، عكس أهل الطيرة الذين يتشاءمون. إذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم اسما جميلا تفاءل، يعني إذا خرج من بيته فسمع واحد ينادي: يا نجيح، يا فلاح، يا مفلح، هذه الأسماء، كان ينشرح صدره صلى الله عليه وسلم. وإذا سمع اسما لا يسره ما يتشاءم، بعكس ما عليه الناس. الناس في زمانه كانوا يتشاءمون ويتطيرون من الأسماء، وظل هذا الخلق الجاهلي يسري في الناس إلى يومنا هذا، حتى أن بعض الناس إذا طلع وسمع اسم من الأسماء وهو ذاهب إلى تجارة أو إلى وزارة أو إلى وظيفة، ها، على طول يرجع بيته ما يكمل، يقول: أعوذ بالله، إيش هذا الاسم؟ فلا يستطيع أن يقدم رجلا لأجل العمل، مع أن الخير والشر، نعم، والقدر كله من الله سبحانه وتعالى، وقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يربي أصحابه على الحرص على الأسماء الطيبة. أهدي إليه يوما ناقة فيها حليب، فقال: من يحلبها؟ قال رجل: أنا. قال: ما اسمك؟ قال: مرة. قال: لا، اجلس. ما كان يضر لو أن مرة حلب، لكن يريد أن يلقن أصحابه أن أحدهم إذا أراد أن يسمي لا يسمي هذا الاسم مرة، مر من المرارة، من العلقم. قال: من يحلبها؟ قال رجل آخر: أنا. قال: ما اسمك؟ قال: صخر. قال: لا، اجلس. قال: من يحلبها؟ قال ثالث: أنا. قال: ما اسمك؟ قال: يعيش. قال: احلبها يا يعيش. هذا تأكيد من الرسول صلى الله عليه وسلم أن أمته تتمايز عن سائر الأمم. أنت لو رأيت الأمم وأسماء رجالات تلك الأمم لرأيت كثيرا منها لا يعبأ، فيتسمون بأسماء قبيحة، لو عرفت ترجمة هذا الاسم لوجدته من أقبح الأسماء. أمة محمد صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يكون لها شخصية مميزة، من الاسم إلى المظهر، إلى المخبر، إلى العقيدة، إلى العمل، إلى الإخلاص، كل هذا يميزها عن سائر الأمم، لأنها أمة قيادة، أمة متبوعة وليست تابعة، أمة متبوعة، الأمم كلها تتبعها وليست تابعة للأمم، كما أخبر الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا.
والذي يتعاطى التلاعب بالأسماء إما الكفار أو المنافقون. فالكفار أحضروا أصناما صنعوها إما من الحجارة أو من التمر، فقال القائل لهم: ما هؤلاء؟ فقالوا: هؤلاء آلهة. عندما تعطي اسم الإله على حجر أو شجر أو بقر أو بشر فهذا اسم على غير مسمى. لهذا الله سبحانه وتعالى عاب عليهم ذلك في القرآن، فماذا قال؟ إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، ما أنزل الله بها من سلطان. فقالوا: هم شفعاء، أي يشفعون لنا عند الله. فماذا قال الله سبحانه: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ أين شفعاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ فليشفعوا لكم الآن. فأصبحوا غير شفعاء، وأن الشفاعة لله ولمن يأذن له من خلقه سبحانه ويرتضيه. فأصبح اسم الصنم شفيع، هذا اسم على غير مسمى. لهذا لما إبراهيم عليه السلام حصر المشركين في زاوية حرجة انتظر حتى جاءوا عند الأصنام وهم يقدمون لهم الطعام فلا يأكلون، ليس له يد ولا فم ولا أذن ولا عين ولا شيء، جامد واقف ميت جماد. ماذا قال إبراهيم وماذا قالوا له؟ قال الله سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه: ما تعبدون؟ قالوا: نعبد أصناما. هنا اعترف، لم يقولوا آلهة. لاحظ كفار قريش قالوا آلهة، أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. قوم إبراهيم لما أقام عليهم الحجة، وإبراهيم عليه السلام أوتي الحجة، فماذا كان جوابهم؟ قالوا: نعبد أصناما، نعبد أصناما ونظل لها عاكفين. قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون؟ فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وقال قبل ذلك: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ ضيق عليهم إبراهيم عليه السلام حتى اعترفوا أنها أصنام، لم يقولوا آلهة. لاحظ كيف فردهم إبراهيم إلى الاسم الذي ينطبق على المسمى، صنم، اعترفوا. الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا كانت محاولاته مع الكفار حتى جعلهم يعترفون أن دينه دين هدى، واستخلاص الصدق من فم الكافر ليس بالأمر السهل. قالوا: إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. هذا اعتراف واضح صريح أن دين محمد دين هدى، ومن الذي يعترف بهذا؟ الكفار. وكانوا يقولون إنه ساحر، إنه كذاب، اتهموا في نيته إن هذا لشيء يراد. الآن لا، الآن أمام وضعوا الاسم على المسمى الهدى، إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. وظل النبي صلى الله عليه وسلم يعالج هذه القضية بهدوء، حتى أنه مرت عليه امرأة قال ما اسمها؟ قالت: برة، برة من البر، أي أنها بارة عند الله، يعني أخذت الضمان من الله أنها من الأبرار فهي برة. من يعلم ذلك؟ من يعلم أني أنا بار أو أنت بار عند الله سبحانه وتعالى؟ هذا غيب وهذا فيه تزكية. فقال: إنما أنت زينب، فسماها زينب. فأصبح الاسم لا إفراط
ولا تفريط، وإنما الاعتدال والوسطية واضحة بينة في اختيار الأسماء. والذين تورطوا اليهود والمنافقون في هذه القضية ورطة عظيمة، فضحى القرآن وكشفها القرآن. ومع الأسف الشديد أيضا بعض المؤمنين الذين كان إيمانهم ضعيف، يعني عندهم تردد، عندهم أذن تسمع كلام المنافقين، تورطوا. والقرآن يذكر لنا هذه. فمثلا اليهود يأتون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيلقون عليه كلمة فيها تحوير وتزوير، ظاهرها خير وباطنها الذي يريده اليهود شر. فيأتون فيقولون السلام عليك، ويأكلون حرف اللام، لأن اليهودي إذا تكلم لغته العبرية تجعل له خنخنة في أنفه. أنت لو سمعت اليهودي وهو يتكلم خنخن، فلهذا هم يأتون إلى حرف اللام ويبلعونه السلام عليك. فإذا احتج واحد قال وين حرف اللام؟ قالوا حنا يعني لغتنا من الصعب أن نطلق حرف اللام بوضوح وكذا وكذا هكذا. ولكن السام معناه الموت، أي الموت عليك يا رسول الله، يدعون عليه بالموت. فماذا كان يجيبهم عليه الصلاة والسلام؟ عليكم، على طول عليكم، إلى أن كفوا، رد الموت عليهم إلى أن كفوا عنه. أخذوا يقولون يا محمد راعنا، راعنا يعني انظرنا، اصبر علينا، مهلنا، اهتم فينا. لكن الذي يريده اليهود لا يريدون هذا المعنى، يريدون معنى الرعونة وهو الجنون، أي إنك أنت أرعن مجنون. شوف كيف التلاعب بالاسم. وهنا تكون الخطورة أيها الإخوة، يعني يأتي إنسان معروف بمجونه فيتسمى اسم شريف. تصور حنا كنا نشوف فيلم بطله عمر الشريف، عمر، شوف عمر الفاروق رضي الله عنه، عمر والشريف بعد، وهو أبوه نصراني وأمه يهودية. وتجد هذه الأسماء تلعب دور في حياة الناس، يتستر خلفها كثير من المدمرين الذين لا يعمرون. تسمع أغنية أو ابتهال ديني، ابتهال ديني مصحوب بالموسيقى، والموسيقى كما تعلمون نهى عنها الشرع، لكن يعطيك يقول لك هذا ابتهال. الابتهال في الشريعة الإسلامية أن ترفع يديك هكذا فيظهر بياض ابطيك ثم تدعو الله سبحانه وتعالى، هذا الابتهال الشرعي. هم يقولون لا، الابتهال أن تأتي واحدة اسمها نور الهدى، شوف نور والهدى ومصحوبة بفرقة موسيقية، تبدأ تتكلم ببعض الكلمات، تستغيث ببعض الأموات، وتطلب المدد من بعض المقبورين، ويسمون هذا كله ابتهال ديني تسمعه قبل الأذان أو بعد الأذان. فالجيل الناشئ عندما يسمع هذا ويتربى عليه، اسمها نور الهدى، العنوان ابتهال، والكلمات ظاهرها إسلامي، فما يصير عنده تمايز في قضية العقيدة. أسأل من؟ أستغيث من؟ أطلب من؟ أتوب إلى من؟ أستغفر من؟ أذبح لمن؟ أنذر لمن؟ وتصل القضية حتى يبدأ أعداء هذا الدين يخططون، فلم تكن المسألة فردية أو عشوائية، لا، يعني في أواخر الخمسينات وفي أوائل الستينات ما كان عندنا هذا الوعي الديني الموجود الآن، لكن الذين كانوا يخططون في قضية الأسماء والمسميات كان عندهم وعي غير الوعي اللي عندنا إحنا. يرسمون مخطط إلى 50-60 سنة، فيكون مكان للهو يشغل عن الصلاة وعن القرآن وعن الذكر
ما يختارون اسم خاص بالله، لا، يختارون اسم رمز من رموز الإسلام. هل كان موافقة أو مصادفة أو اعتباطا أن تكون دور السينماء في الخمسينات والستينات بهذه الأسماء؟ أبدا، مستحيل. قد تكون وحدة لكن مو كلهم. فيأتي اسم الحمراء. الحمراء هذه مدينة في الأندلس، وقصر الحمراء مشهور، والأندلس هذه بلد إسلامي حكم فيه بالإسلام أكثر من 7 قرون، فتحوه بالدين وأخذوه منهم لما تركوا الدين. تلحقها أخيرا بعد سنين طويلة غرناطة، هذا البلد الحضاري الذي يشع حضارة وعلما، ومساجد الإسلام موجودة فيه حتى الآن. تبي تفتح غرناطة؟ تبي تفتح الأندلس؟ ليش السينما؟ والذي أدهى وأمر أن يتحول أسمى مطلب بوصية محمد صلى الله عليه وسلم، إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، أن يتحول إلى مكان للهو والمجون. رايح الفردوس وجاي من الفردوس. هذه القضية إن كنا نتسامح في أسماء مدن وبلدان إسلامية، فلا نتسامح بقضية عقيدة ودين. لا يجوز شرعا أن يسمى ذلك المكان بهذا الاسم، بل لابد من صدور فتوى من وزارة الأوقاف فيغير حالا هذا الاسم، يسمى أي اسم آخر. قال صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وسقفه أو سقفها عرش الرحمن. وإذا أردت أن تجد محمدا صلى الله عليه وسلم لن تجده بإذن الله إلا في الفردوس، وكافل اليتيم في الفردوس، وحارثة أو الحارث لما استشهد وجاءت أمه قالت: يا رسول الله إن ابني قتل، فإن كان في النار فأخبرني أبكيه، وإن كان في الجنة فأخبرني فلا أبكيه. قال: إنها ليست جنة يا أم الحارث، ولكنها جنان، وقد أصاب ابنك الفردوس الأعلى. أتبلغ المهانة بهذا الاسم الإيماني الإسلامي العظيم الذي يتجلى الله لعباده وهم في الفردوس فينظرون إلى وجهه، إلى ذلك المكان الذي يدفن فيه ويدخن فيه ويسهر فيه مع الملاهي في الغناء والرقص والشياطين من الإنس والجن؟ لا شك أن القضية ليست اعتباطا، يعني ليست 1 2 عرضوا على 5 أسماء فاستمزج هذا الاسم فوضعه، لا. لقد عودتنا الصليبية العالمية والصهيونية العالمية والشيوعية العالمية على أنها تخطط تخطيطا دقيقا ابتداء بالاسم الذي لا ينتبه إليه الإنسان، إلى التوحيد داخل القلوب، وأنت تعجب كل العجب عندما ترى ذلك القاموس الهائل الذي يعرض عليك على صفحة الحياة كل يوم، تمارسه تسمعه لأسماء قد حورت وأشياء قد لفقت. وقد قال المنافقون ذلك: إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، ولكنه ليس بتوفيق، إنما هو تلفيق على الدين والإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: يأتي زمان يشرب أقوام فيه الخمر يسمونها بغير اسمها،
يسمونها بغير اسمها بالنص النبوي الذي يذكر هذه القضية الخطيرة. الخمر خمر، ما أسكر كثيره فقليله حرام، ولعن بها عشرة كما ورد في الحديث. ثم يأتي زمان تهون تهون تهون، بسبب ماذا؟ بسبب تبدل الاسم من خمر إلى مشروبات روحية. روحية، الروح سر وجود حياة الإنسان التي لا يعلمها إلا الله. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أصبحت الخمر رمزا من رموز تلك الروح، فصارت مشروبات روحية. وتعجب عندما يستخدم نفس الاسم في الجانب الخير. هذا يقول لك دروس، دروسنا هذه دروس روحية، دروس إيمانية روحية، تنعش الروح وتنعش القلب لأن تذكر الآيات والأحاديث. فأين من يسمي الخمر مشروبات روحية ومن يسمي مجالس الذكر دروس روحية؟ تلتقي الروحية بين الخير والشر، يا لها من جريمة. والقاموس المملوء يسمي الكذب دبلوماسية، وهذا أصبح شعار كثير من الناس. إذا أخذ يلف ويدور ويلعب على الحبل ويقف على منتصف السلم ويتلون يعطيك 20 وجه و50 وجه، قالوا هذا هو الذكي الشاطر، هذا دبلوماسي. ولو أنك التقيت مع إنسان مأجور، مأجور إيش مأجور؟ مأجور يعني يأجرونه لعملية جريمة، هذا موجود في العالم. يعني أنتم ما شاء الله رواد المسجد، من البيت للمسجد ومن المسجد للبيت، أنتم في خير عظيم. لكن هناك عالم غير عالمكم أنتم، عالم واحد لا عنده 8 جوازات وشنطة، والشنطة فيها لحية، فيها شوارب، فيها نظارات بيض، نظارات سود، نظارات خضر، نظارات زرق، وقميص ضد الرصاص، وأجهزة خاصة، وعناوين، وبطل صغير عرق، ويدخل كل بلد، مسكنه الأرض، ليس له أم لأنه لقيط، ليس له أب، ليس له عائلة، ليس له دين، ليس له كرامة، ليس له خلق. هذا معروف مشهور عند أكابر مجرميها كما يقول الله. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. على طول يريدون يتخلصون من فلان أو فلانة، كما حدث رحمه الله بنان علي الطنطاوي في سنة 81 في ألمانيا بالتليفون. ألو فلان، نعم نريدك أن تقضي على فلان أو فلانة، كم تدفعون؟ 1,000,000، سيارة كدلك. زين شنو الضمان؟ أنك تنفذ ضمان روحي أنا، إذا ما فعلت إذا ما نفذت العملية يقتل هو. في ناس أيضا خاصين أجرونهم علشانه. وطبعا هو على طول ألمانيا ما عندهم لحاية، يشيل الشارب ويشيل اللحية، يلبس نظارة مثل نظارة الجستابو الهتلرية، وبعدين جواز خاص ألماني مختوم، وينزل رسمي في البلد ويعيش بأحسن فندق، ناس يستقبلونه ويرسم الخطة وينفذها ويعود. تنفيذ هذا كله على أنفاس ماذا يقوم؟ لو سألتك قلت له تعال أنت كيف صارت عندك الجرأة وكذا ونفذت؟ قال من المشروبات الروحية. يقعد له ليلة كذي قاعدة تسكر عربدة، ويأخذ له بعض المخدرات وبعض المشروبات، وبعدين إذا هو شيطان رقم 1 يتحول إلى شيطان رقم 1000،
ولا يستطيع هو وأمثاله وكل مأجور عند تنفيذ مثل هذه العمليات إلا بما يسمونه بجلسات السكر والعربدة هذه. نسأل الله يحفظكم منها ويحفظ هذا البلد وسائر بلاد المسلمين. فعندما يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أقوام يستحلون الحرى وهو الزنا والحرير والمعازف ويشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، كان له بعد نظر لما ستؤول عليه هذه الأمة حول خطورة تزييف تلك الأسماء. وما يدريك لعل هذا لو أنه قتل لأصبح بطل، ولو وضع له نصب تذكاري تقدم له الزهور وتسمى مدرسة باسمه. بإمكانهم بالأجهزة يحولون المجرم إلى بطل، رايح يحرر فلسطين هذا يقول لك. ثم النفاق يقابله مجاملة، هذه مجاملة. فكلمة النفاق انتهت الآن من القاموس، ما تسمعها، تسمع بديل لها المجاملة. هذا يجامل، يهجمون على الدين، يستهزئون بالله، يستهزئون برسول الله صلى الله عليه وسلم، يهتزئون بالإسلام، بأحكام الإسلام، وهو ساكت. السكوت هذا، قال يا أخي أنا اضطريت أني أجامله. لا، أنت منافق، هذه ليست مجاملة. وأصبح الإلحاد أن تتهجم على ذات الله ثورية وتقدمية. المجون فن، الخلاعة حضارة، السفور مدنية. الله أكبر، علاقات الغزل والحب والغرام، حرية شخصية، حرية، حرية. أسمى ما يسمو إليه الإسلام في تحرير بني الإنسان من الإنسان لكي يكون عزيزا على وجه الأرض، لصقوه بالغزل والزنا وقالوا حرية شخصية. بداية الدرس ما كنتم تظنون أن تصل المسألة إلى هذه الخطورة، لكن انظروا كيف حرص الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يبدأ الانحراف بين الضلعين في زاوية حادة صغيرة، نقطة تسع نقطة حبر، ثم ينفرج الضلعان حتى تصبح قضية تغيير الأسماء والمسميات تطيح بدول وأنظمة وجماعات. ولا كنا ننسى أبدا قوافل الشهداء التي علقت على المشانق وبعدين بالصحف العريضة، القردة تغزو الجامعة، القردة المتطرفون، الإرهابيون، المتعصبون، الرجعيون. هذا التلاعب بهذه العبارات والأسماء يقولونها لفتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فتبينت خطورة هذه القضية التي كان يحرص النبي صلى الله عليه وسلم على علاجها من أول فيروس وميكروب ينزل، لأن علاج المرض في أوله أهون بكثير منه إذا استشرى واستفحل. ويأتي الشاعر الذي يعاني كل المعاناة من هذه القضية فيقول أمتنا فريدة القيم. القيم عندما تسمع أنت القيم يعني العادات والتقاليد والأخلاق التي تسمو بها أمة من الأمم، قيم لها قيمة، دينا قيمة يعني قيم على جميع الأديان، ذلك الدين القيم. لكن يقول أمتنا فريدة القيم، ثم يعطيك صورة هذه الأسماء والمسميات، قال وجودها عدم، موجودة لكن في الحقيقة معدومة، موجودة شعارات جامعة عربية وإلى آخره، وجودها عدم. لا آتها نعم،
لا صلح مع اليهود، لا عهد مع اليهود، بعدين يقول لك لا سلم لا حرب، بعدين سلم لا حرب، حذفت اللام مات السلم، فصار سلم لا حرب، بعدين تحولت كل اللاءات إلى نعم نعم نعم، وصارت مشاريع كلها سلام واستسلام. بدأت عاد الزيارات واللقاءات، لاءاتها نعم وجودها عدم، لاءاتها نعم والكل فيها سادة لكنهم خدم، أمتنا مؤمنة تذيع الإذاعات كلها قرآن، تطيل من ركوعها تطيل من سجودها وتطلب النصر على عدوها من هيئة الأمم، أمتنا تجمعها أصالة ولهجة ودم، وبيتنا 20 غرفة به لكن كل غرفة من فوقها علم، يقول إن دخلت في غرفتنا فأنت متهم، متهم، فأصبح البريء متهما وإن ثبتت براءته. كلها تدور حول الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الأسماء والمسميات، فكم ضللت أجيال وكم زيفت حقائق، ويأتي كاذب فيوقع بعد أن يكتب تقرير من أوله إلى آخره أملاه عليه مسيلمة الكذاب، يوقع هو تحت فلان الصادق. أيها الأحبة الكرام، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشدد في هذه القضية في مجتمع مسلم راقي جدا أثنى الله عليه في كتابه. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا، ليس راكعين إنما ركع بالتشديد، سجدا، ليس ساجدين إنما سجدا، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا. لاحظ التبديل هنا، شوف، لاحظ، شوف دقة الكلمة القرآنية، قضية التبديل هذه من أخطر القضايا، قال وما بدلوا تبديلا. لهذا لما ظهرت العبارة في معركة أحد، كما تعلمون أن المعركة بدأت بالنصر وانتهت بالهزيمة، انظر التلاعب في الألفاظ، قال بعض الناس لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. أنت إيش تفهم من هذه العبارة القرآنية اللي قالها أناس في معركة، ناس دخلوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وخاضوا المعركة بعدين قالوا هذه الكلمة؟ أنت بنيتك المسلمة الطيبة تفهم بأن يعني هذا قضاء الله وقدره، لو أن لنا شيء في هذه القضية لسويناه، لكن إذا نزل القدر عمي البصر. ولكن لا، هم ما يريدون هذا المعنى، يريدون معنى ثاني، أن عبد الله بن أبي بن سلول المنافق أشار على الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ما يخرج من المدينة يقاتل الكفار عند أحد، وإنما يقاتل قتال الدفاع داخل المدينة، يحصنها ويشترك معاه الأطفال والنساء والشيوخ والرجال من على السطوح بالحجارة والسلاح، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم رفض هذه المشورة وأخذ بالأغلبية، أغلبية الأصوات كانت نخرج، وكان يحرص على تطبيق قاعدة الشورى في أصحابه صلى الله عليه وسلم، فخرج. فلما حدثت المعركة وقتل 70، قال المنافقون لو أن لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا، أي لو أخذ محمد مشورتنا أو شيئا من المشورة أو كان لنا رأي عنده وأخذ مشورتنا الأولى ما قتلنا ها هنا.
لاحظ كيف؟ لاحظ اللفة اللي لفوها؟ هذا كلام ملفوف. وأخطر ما يدمر الأمم هو الكلام الملفوف هذا. أخطر ما يدمر الأمم. عندما تكون خطبة مفتوحة والناس تسمع كلها عهود ووعود وعهود ووعود، بعدين عند التحقيق تعال ما في شيء. أنا ما أقصد هذا الشيء. إيش تقصد عيال؟ لما يأتي واحد ويكون في قمة الدفاع عن الأقصى ثم يقول أنا لا أقاتل اليهود إنما أقاتل الصهيونية، أنت ما تسمع هذا الكلام. في فرق بين يهودي الآن في زماننا هذا الآن. لو هذا الكلام قاله في المدينة المنورة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم واليهود تحت الحكومة الإسلامية، يقول كلام صحيح، يهود أهل ذمة يحكمهم الإسلام، يدفعون الجزية عن يد وهم صاغرون. لكن الآن في يهودي في الدنيا ما يعمل على قتلي وقتلك. فعندما تأتي هذه الكلمة أنا لا أقاتل اليهود كيهود إنما أقاتل الصهيونية، صهيونية حزب من عشرات الأحزاب التي تعمل من أجل هيكل سليمان ونجمة داود المزعوم. فيا أيها الأحبة، هذه قضية خطرات سريعة ألقيها هكذا كبذور حتى وأنتم تمشون في الحياة لا يكون هناك اختلاط في قضية تزييف الأسماء، بل قد تصل القضية إلى شهادة زور أو غموس تلقي بصاحبها في النار ولا حول ولا قوة إلا بالله. والكلمة هذه عندما تطلع قد تكون كلمة واحدة، يعني الله سبحانه وتعالى عندما عنف في سورة براءة لو تعد الكلمات الذي قالها المنافقون ثم وصموا بعدها بالنفاق بشهادة القرآن تلقاها كلمة كلمتين ثلاث، لكن الكلمة هذه مزيفة مزورة، كلمة مزيفة مزورة. راجع سورة براءة سورة التوبة ستجد الآيات تنطق بهذه الحقيقة. قصة الإفك ما نجت منه وما نجا، هكذا ما نجت منه وما نجا، تلقفتها الألسنة ووصلت القضية إلى تهمة عائشة رضي الله عنها وأرضاها بأعظم تهمة في أعظم بيت، بيت الصديق وبيت الرسول صلى الله عليه وسلم. الجد بن قيس منافق، هذا الجد بن قيس ماذا قال؟ الله سبحانه وتعالى شهد عليه بالنفاق بالقرآن، قال كلمة واحدة لا تفتني لا تفتني. ايش يريد فيها؟ طبعا الله رد عليه ألا في الفتنة سقط. من يوم ما قال الكلمة هذه مع أنها كلمة دينية، يعني أنا خاف على نفسي الفتنة، أنا ما أتحمل أني أذهب معاك في غزوة تبوك وبعدين بنات الروم شقراوات حلوين وأنا تدري ضعيف من جهة النساء، أخاف بعدين أشوف لي واحدة تعجبني أصير عميل وأنضم إلى الرومان وتفقدني الدولة الإسلامية، فهذه فتنة في الدين لا تفتني. شو تصور الكلمة الدينية الحلوة هذه كيف صارت كلمة نفاقية شهد الله عليه بالنفاق، ألا في الفتنة سقط سقط سقط. كلمة سقط هذه تبين لك كأن الفتنة بالوعة وهو مثل الزهاوي طاح فيها، سقط الفتنة سقط، كلمة لها مدلول لها وقع نفسي يعرفه المنافق اللي يتلاعب بالكلمات. كلمة ظاهرها كلمة ظاهرها نصيحة، يا ابن الحلال أمس صل والله اليوم حر، شوف هذه نصيحة اليوم حر، الله سبحانه وتعالى شهد بالنفاق، قالوا لا تنفروا بالحر قل نار جهنم أشد حرا. فهذه الكلمة اللي ظاهرها نصيحة تسببت بنفاق بعض الناس. وهكذا لو عدت تقرأ ليخرجن الأعز منها الأذل، هذه كلمة عايمة لو جيت تحقق مع اللي قالها
تعال، من تعني بالأذل وبالأعز؟ قال: أعني بالأعز رسول الله، وأعني بالأذل الكفار. لكن كذاب، كان يعني الأعز نفسه هو المنافق ابن سلول، ويعني الأذل رسول الله. صور كيف. لهذا من فهمها؟ فهمها ابنه، ولده عبد الله بن عبد الله بن سلول. وانتظر حتى هدأ الرسول صلى الله عليه وسلم من الغضب، فقال: يا رسول الله، إن كنت آمرا أحدا أن يقطع رأس أبي فمرني أنا، آتيك برأسه، ويعلم العرب أنني أبر ابن بوالده. قال: لا، بل نحسن صحبته. ما يقول الناس؟ يقتل محمد أصحابه؟ قال: إذن أصبر. فلما وصلوا عند أبواب المدينة سحب سيفه ووقف على باب المدينة، قال: والله لا تدخلها إلا بإذن رسول الله. أنت الأذل ورسول الله الأعز. أنا أترجم الكلمة اللي أنت، الكلمة المبهمة هذه أنا أترجمها، أنا ابنك، أنت الأذل ورسول الله الأعز. فقام يصيح: يا ناس، يا عالم، يا عرب، ابني يمنعني من دخول بيتي. شوف، يعمل نوع من الغبار، هاي صدر العواطف. ابني يعني أنا اللي ربيته وأنا اللي كذا، يمنعني من دخول بيتي عشان الناس يقول له استحل ويهك، هذا أبوك، هذا كذا. قال: لا، ما تدخل إلا أن يأذن الرسول لك صلى الله عليه وسلم. فلما أذن له النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة. بهذا الحزم يعود الاسم إلى مسماه الحقيقي. وابن القيم رحمة الله عليه عندما ذكر كفار قريش أن هذه الحجارة آلهة، قال: مثلهم كمثل الذي يأكل قشر البصل الناشف، فإذا سألته ماذا تأكل؟ قال: آكل اللحم المشوي، والله ما أكل من اللحم إلا اسمه بس، أكل اسم ما أكل لحم. فيا أيها الأحبة، الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يبين هذه الحقيقة البينة الواضحة عندما زعموا أن المسيح ابن الله، وسموا عزيرا ابن الله، وسموا أنفسهم أبناء الله وأحباؤه. قال في أول سورة الكهف: هذه الحقيقة التي تنجيك من الدجال، لأن الدجال أول من يحرف الأسماء عن المسميات. عنده صورة يقول هذه جنة، هي جنة كذاب، صورة يقول هذه جنة، صورة ثانية يقول هذه نار، مكتوب على جبينه كافر كافارا يقول أنا الله. تصور، شوف انقلاب هائل في زمانه. فالله سبحانه وتعالى أعطاك العلاج. الحمد لله، تقرأ عليه: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. شوف، ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. اللهم اجعلنا من الصادقين، اللهم اجعلنا من الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وأمتنا أمة الصدق، ورسولنا الصادق الأمين، وخليفته الصديق. اللهم إنا نشهدك على حبهم، فاحشرنا معهم. نسألك لسانا صادقا، وعلما نافعا، ورزقا واسعا، وشفاء من كل داء. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا مؤمنا إلا ثبتته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا سوءا إلا صرفته، ولا عيبا إلا سترته وأصلحته، ولا مسافرا إلا حفظته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم اجعل هذا البلد وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء وأمنا وإيمانا، أنت ولي ذلك والقادر عليه. أصلح أولادنا، وأصلح أزواجنا، وأصلح أرحامنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا. آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا.